انت جايبانا فين يا بنتي يا مدهوله؟ تعالي يا خالتي، بس هما وصفوا لي المكان هنا. هنا فين؟ ده البيوت حتى ملهاش نمر. اهو اهو هو ده المكان اهو. تعالي. انتوا مين يا ممير؟ يا لهوي. احنا يا اخويا عايزين الشيخه رحبات القوسي. الشيخه رحبات عزلت من زمان. عزلت 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 والنبي عمنا راحت فين؟ انتوا مين الاول؟ احنا 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 مين؟ احنا احنا قصدنا في مصلحه ومحدش في الدنيا هيقضيها غيرها. راحت التجمع الخامس، سكنت مع الناس الهاي. ايه اللي ايه التجمع الخامس ده؟ اسالي عليه. اسال عليه بيروح فين ده يا خالتي؟ التجمع الخامس ده فين؟ التجمع الخامس جنب التجمع الرابع، اوتوبيس 6 امشي قدامك. متشكين قوي يا عمنا، كتر خيرك. يا بنتي انت جايبانا فين يا بنتي؟ يخرب بيتك افت حتى العينه بمطوه. خفيش يا خالتي احنا رجاله. امشي قدامي امشي قدامي، ادي اخت اللي يمشي والعيال. رقم 114. تعالي يا فوتنا. اتفضلي يا حضرتك. تعالي يا بنت جنبي انا احسن نتوه. تحت امركم يا فندم. ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك؟ عايزين نقابل الست رحبات. يعني حضرتك كنت عايزاها بخصوص ايه؟ يعني عايزينها كده في موضوع خصوصي. يعني حضرتك عايزه تفكي عمل ملبوسه؟ يا اخويا احنا عايزينها كده بذات نفسها هي هي. طيب حضرتك ده رقم 315. حضرتك هتنتظري هنا شويه لغايه ما يجي الدور على رقمك وانا هند عليك. بعد كده هتقابلي السكرتيره وهتكلميها في ملخص عن المشكله. بعديها ب 10 دقايق هتقابلي الشيخه راحبات. كل ده عشان نقابل ست رحبات ليه؟ معلش يا فندم. اتفضل اتفضل. معلش يا خالتي نستحمل، ما يجراش حاجه. مش شايفه الفيلا عامله ازاي والناس اللي مشغلاهم؟ كل دول خير الاسياد عليها. ده 315 هنقابلها بكره. يعدوا يعدوا. ايه الاخبار؟ هتدخل لحضرتك والده المطرب كريم ناصف، اسمها لوزه، مطربه شعبيه، عندها مشكله مع حماه ابنها. حضرتيلي صور الواد كريم من على الفيسبوك؟ اه طبعا، صور حماته، صور مراته، صور الفرح كله والعائله. برافو عليك. اديني 5 دقايق ابص على البروفايل بتاعه ما ندخلهم لي على طول. يلا. اوكي. مدام لوزة، مدام لوزة، يلا اتفضلي معايا. الحمد لله دورنا جه. اه اه يلا. كتر خيرك يا حبيبتي، كنت فاكره بعد بكره. لا 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 يلا. الحمد لله. متشكرين يا حبيبتي. حبيبتي لما ننزل هبقى اشوفك. اوكي ماشي. يلا يا فوتنا. مساء الخير. ازيك يا بت يا لوز؟ في الباب وراك يا بت يا فوتنا، تعالوا. بسم الله ما شاء الله يا خالتي، دي عرفت اسامينا. معرفش منين. ويلكم ويلكم. ابني يا ست الشيخه، ابني. من غير ما تقولي انا شايفها متبهدل على ايد الوليه الماموره اللي اسمها نور عز الدين، عنده مشاكل معاه. بس انت لما جيتي عملتي الصح. عملت الصح؟ طب كويس، انا عملت الصح كويس. شحتوت يا ملطوط، فك كل مربوط. تعالوا. حاضر تعالي. ايوه ست الكل. مش دي الولايه الماموره؟ ايوه هي بعينها تنشك في معاملها البعيده. ايوه يا اختي، بس انت عرفتيها ازاي؟ ما تساليش كتير. دي صوره ابنك؟ ايوه حبيب امه، قلب امه، كيمو. هو يا خالتي كريم. اقعدوا. حاضر اقعدي. هي الولية نور دي عندها فيسبوك؟ عندها ايه؟ هي عندها عربيتين واقفين قدام باب الفيلا سدين الشارع، بس احنا ما نعرفش ماركتهم ايه. يا خسارة، لو كان عندها فيسبوك كنت بعت لها العمل على البروفايل بتاعها، بس ملحوقة. أنا بقى هديكي إزازة ترش منها. اه. على باب بيت ابنك. أول ليلة قمرية، كل 3 ليالي لحد ما القمر يبقى بدر.
مفهوم؟ مفهوم مفهوم يا ست، كله 3 ليالي والليلة قمرية والقمر يبقى بدر، فهمت؟ وتجيني بعد 21 يوم، واوعي تتأخري، أنا حذرتك. مش هتأخر، الليلة 21 هتلاقيني بايتة جوه العتبة مش على العتبة. أيوة كده، إن ما وريتك يا نور، إن ما خليتك تلفي حوالين نفسك. جالك اللي يهد حيلك ويقصف عمرك، جالك يا مستقوية يا مفترية. يا طنط اهلا حبيبتي. عامله ايه؟ انا مش 100 مره يا حبيبتي قلتلك ما تقوليش يا طنط. طنط دي بتكبرني. امال اقول لحضرتك ايه؟ قولي لي يا خالتي. بصي وتكوري الحته اللي فوق دي، بصي خالتي. خالتي؟ اه انت في معزه فتنه بنت اختي، واللي تتجوز ابني تقولي يا ايه؟ يا حماتي. حماتي ايه في وشي يا بنتي؟ ده انا ابني دوت جايباه وانا عندي 14 سنه، خطفوني من الشارع جوزوني. قولي يا اختي ما كانوش لاقيين ياكلوني ولا ايه؟ ما تفهميش، انا لسه لغايه دلوقتي اون ستيج فنانه. اه طبعا. هتقولي لي ايه؟ يا خالتي. خالتي اتشي يا مراتي. تعالي يا حبيبتي. ايه الضهر المتين ده؟ زي القمر. ميرسي يا خالتي. الله عليك، اتفضلي. حاضر. شعرك؟ لا ده انا كنت فاكراكي من كده بوستيجه. لا يا طنط ده طبيعي. اه ما انا اتاكدت. اتفضلي حضرتك، اتفضلي. ما شاء الله. اعتدال، تعالي اعتدال. تحت امرك يا ست الكل. هفارم عليك، امسكي دول. انت كده بتشتميني يا ست الكل. الله، طب ده انا اخدمك بعناية. انا نفسي ارد ولو شويه من جمايلك. ما انت تعبتي، ركبتي توك توك وجبتي اكل. يلا خدي دول بقى. خلاص لو ما كنتيش تحلفي. ما تحرمش مني. طب يا تفتف الكلب، وقعتي ومحدش سمع عليكي، ربنا معانا ان شاء الله. ربنا معانا يا ست الكل، ما تقلقيش. يلا حبيبتي، مع السلامه. بقول لك يا ست الماموره، هي الصورة دي على طول متغطية كده ما بتنكشفش أبدا. لا إيدي. إيدي. الله أكبر الله أكبر. ليه؟ عفريت ده ولا إيه؟ اسم الله عليا. يا جمال ويا جمال، وما تحرمش. تزعليش يا صورتي، ما تزعليش. الله أكبر الله أكبر. ربنا يستر. كده يا اعتدال كده وقعتيني. يا رجلي يا جمال ويا جمال.